إذا مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. إحنا حبينا نتكلموا على تنظيم العطل المدرسية، يعني الأولياء كيفاش يتعاملوا مع هذه العطل هذه. معنا أخصائيين اليوم. الأولياء يا أولياء، كما الدراسة مهمة كما العطلة مهمة. العطلة هي ذاك الهدوء اللي يسناه التلميذ بفارغ الصبر. باش جات العطلة هذه يعني عالميا درسوها، يعني هي شيء ضروري. قبل ما يحبش يروح يكمل العطلة تاعه وما قراش مليح، يقدر يروح يطالع في مكتبات ولا يكمل يعاود يريكوبيري واش راح له. بالنسبة للعطلة احنا انا نختار راي تاع ولادي كيما نحصوا على الدراسة تاعهم، نحصوا ثاني نحترموا رايهم ونخرجوهم في العطلة. ولذلك انا ننصح الاولياء من هذا المنبر، ما تكثروش على اولادكم الخدمه في العطله. اذا ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا في هذا الموضوع، تنظيم العطل المدرسيه. العطل المدرسيه يعني ثلاثه العشيه، الجمعه، السبت، والعطله تاع الشتاء والربيع والصيف. كاع هذه العطل لازم يا اولياء تحكموا فيها باش اولادكم يعرفوا يقطعوا، باش يرتاحوا شويه، باش يرجعوا بنفس جديد. وانتم كذلك يا مربيين الاطفال هادو، مليح انكم تعطوهم نصائح كيفاش يقراوا كيفاش ما يقراوش. قال لا يا وليدي، مثلا نهار الجمعه لازم ترتاح كاع النهار، غدوه من ذاك الصباح اذا كان روح درت رياضه ولا تقدر تقرا العشيه وكامل. هذه مسؤوليتكم انتم كذلك. ماذا بينا تساعدونا في تنظيم العطل المدرسيه لاولادنا باش يكون عندهم نفس جديد كي يرجعوا يقراوا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولدنا تحت جناحنا. سلام. شكرا. سننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا والبلد. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق لا مقبولة ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة حقا.